بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 27. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب أليم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. هذه الآيات لا تزال في سياق ما ذكره الله سبحانه وتعالى من فضائح اليهود، من فضائح بني إسرائيل الذين هم اليهود. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. موسى هو كليم الله، موسى بن عمران أول أنبياء بني إسرائيل، أرسله الله إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، فخلص الله بني إسرائيل من قبضة فرعون على يد موسى عليه السلام، وأهلك عدوهم، فكان الواجب عليهم أن يشكروا الله على نعمه العظيمة التي أجلها أن الله أنزل الكتاب على موسى لهدايتهم. ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة. التوراة كتاب عظيم، كما قال الله سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، أي كتاب عظيم أنزله الله على رسوله وكليمه موسى لهداية بني إسرائيل. هذه من أعظم النعم على بني إسرائيل، إنزال هذا الكتاب العظيم الذي هو أعظم الكتب الإلهية بعد القرآن العظيم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقفينا من بعده بالرسل، أي أتبعنا موسى عليه السلام بالرسل إلى بني إسرائيل رسولا بعد رسول. هذه نعمة أخرى، هذه نعمة أخرى، وهي أن الرسالة لم تنقطع بموت موسى عليه الصلاة والسلام، بل إن الله تابع الرسل إليهم لهدايتهم. وهؤلاء الرسل يحكمون بالتوراة، ما زالوا يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى. وكل من جاء من الأنبياء
في بني إسرائيل من بعد موسى كلهم يحكمون بالتوراة، كما قال تعالى يحكم بها النبيون، أي من بعد موسى يحكمون، أن الأنبياء يحكمون بالتوراة، مثل داود وسليمان وأيوب وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل المتعاقبين لهداية بني إسرائيل يحكمون بهذا الكتاب العظيم. قفينا من بعده بالرسل، ثم نعمة أخرى وهي أن الله سبحانه بعث آخر أنبيائهم، آخر أنبيائهم وأعظم أنبيائهم بعد موسى وهارون عليهم السلام، وهو عيسى، عيسى بن مريم، فهو آخر أنبياء بني إسرائيل، أولهم موسى وآخرهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا. وآتينا عيسى ابن مريم، نسب إلى أمه عيسى بن مريم بنت عمران، لأن الله أوجده بلا أب، أوجده وخلقه بلا أب، بل بقوله تعالى كن فكان في رحم مريم عليها السلام، تكون بأمر الله سبحانه وتعالى من غير أب، والله قادر على ما يشاء سبحانه وتعالى وعلى ما يريد، كما أنه خلق آدم من تراب من غير أب ولا أم، فهو قادر من باب أولى على أن يخلق بشرا من غير أب، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكما قال الله لآدم كن فكان إنسانا سويا، كذلك قال لعيسى عليه السلام كن فكان بإذن الله وأمر الله سبحانه وتعالى. وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي المعجزات، المعجزات التي تدل على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام، سميت بينات لأنها تبين الحق من الباطل، وتسمى معجزات لأن البشر لا يستطيعونها، وإنما هي من صنع الله سبحانه وتعالى للدلالة على صدق رسوله. وتسمى آيات، والآية الدلالة لأنها تدل على صدق من هي بيده أو على يده من رسله، فهي آيات وبينات ومعجزات. آتينا موسى وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي المعجزات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام، وهي المذكورة في سورة آل عمران وفي سورة المائدة، قال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني عيسى عليه السلام، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص
وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه معجزات عيسى عليه السلام. وفي سورة المائدة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. هذه آيات الآيات التي جاء بها عيسى عليه السلام، وهي آيات ومعجزات كثيرة تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، هذه نعمة عظيمة على بني إسرائيل أن الله آتى نبيهم عيسى عليه السلام هذه الآيات البينات الدالة على صدق رسالته لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فبعثة الرسل أكبر النعم من الله على عباده، وأيدناه بروح القدس، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. أيدناه يعني قويناه بروح القدس. واختلف المفسرون في روح القدس ما المراد به على أقوال، أصحها أنه جبريل عليه السلام فهو روح القدس، وكان مع عيسى عليه السلام يؤيده ويقويه. قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، يعني جبريل نزل القرآن من عند الله عز وجل، قل نزله روح القدس من ربك. فروح القدس هو جبريل، وكان مع عيسى عليه السلام يؤيده ويقويه ويحميه من أراده بسوء. وأيدناه بروح القدس، والقدس هو الطهر، قدس هو الطهر، والروح يطلق على معاني، يطلق على القوة. وأيدهم بروح منه أي بقوة، ويطلق على الوحي كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو القرآن العظيم سماه الله روحا لأنه تحيا به القلوب بعد موتها. ويطلق الروح على جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام.
وقيل المراد بروح القدس الروح التي في عيسى عليه السلام من أثر نفخة جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى. فعيسى يسمى روح الله، والقدس هو الله أي روح الله، لأنه خلق بكلمة من الله عز وجل. يسمى عيسى عليه السلام الكلمة، ويسمى الروح روح القدس. فعلى كل حال روح القدس فسر بعدة تفاسير، وأصحها أنه جبريل عليه السلام كان مع عيسى يؤيده ويقويه، كما كان مع محمد صلى الله عليه وسلم، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه لما هجى المشركين ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، قال أجبهم وروح القدس معك، عن جبريل عليه السلام. فجبريل يؤيد الله به عباده المؤمنين على خصومهم وعلى من أرادهم بسوء، وأيدناه بروح القدس. هذه نعم يعددها الله على بني إسرائيل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. يعاتبهم الله سبحانه وتعالى في أنهم قابلوا هذه النعمة العظيمة، وهي وجود الرسل فيهم، قابلوها بالكفران، وهي نعمة عظيمة، كما قال موسى عليه السلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فوجود الأنبياء في بني إسرائيل أعظم النعم، وكان الواجب عليهم أن يتبعوا هؤلاء الرسل ويؤمنوا بما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى، أن يؤمنوا بكل ما جاء به الرسل، لأنه حق وهدى. ولكنهم والعياذ بالله لا يؤمنون إلا بما يوافق أهواءهم، فما جاء به الرسول مما يوافق أهواءهم ورغباتهم آمنوا به وأخذوه، وما جاء به الرسول يخالف أهواءهم ورغباتهم كفروا به واستكبروا عنه. فهم إنما يتبعون أهواءهم ولا يتبعون الرسول. هذه مصيبة عظيمة، اتباع الهوى لمصيبة عظيمة. والهوى قد يكون إلها من دون الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني ما يأمره به هواه يأخذ به، وما يخالف هواه يرفضه. ليست هذه طريقة المؤمنين. المؤمنون يتبعون ما جاء به الرسول سواء وافق أهواءهم أو خالف أهواءهم ورغباتهم، لأنه في مصلحتهم، ومخالفة الهوى من مصلحة الإنسان، اتباع الهوى من مضرة الإنسان والعياذ بالله. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم من الأوامر والنواهي استكبرتم. والسبب أنه لا تهواه أنفسهم، إذن ما كانوا يتبعون
الرسول إيمانا به، ما كانوا يتبعون الكتاب إيمانا به، وإنما يتبعون أهواءهم، فما وافقها أخذوا به وما خالفها تركوه، وإن كان كله في كتاب الله عز وجل. وهذه آفة عظيمة لا تزال في الناس إلى يومنا هذا، فكثير من الناس لا يقبلون الحق إلا إذا وافق أهواءهم، وإذا خالف رغباتهم وأهواءهم رفضوه والتمسوا له التأويلات والمخارج والمعاذير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عام في الخلق إلى يومنا هذا، فكثير من الناس لا يقبلون من الشريعة إلا ما يوافق رغباتهم وينطبق على شهواتهم، وأما ما تعارض مع أهوائهم فإنهم يرفضونه، ولا يقولون نكفر به، ولكن يؤولونه على غير تأويله ويحرفونه عما أنزله الله، ويلتمسون المخارج والمعاذير والتأويلات الباطلة. هذا موجود في الناس إلى اليوم. والله إنما قص علينا قصص بني إسرائيل تحذيرا لنا من أن نسلك مسلكهم، هذا المسلك الخبيث الذي لا يأخذ من الوحي المنزل إلا ما يوافق رغبته وشهوته، يحذرنا من ذلك سبحانه وتعالى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، تعاظمتم في أنفسكم عن الانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى لأنه يخالف أهواءكم. والكبر، الكبر آفة قاتلة والعياذ بالله، الذي لا يخضع لحكم الله ولا يخضع لشرع الله ويتكبر عنه، هذا مثل إبليس لما قال له الله اسجد لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين، منعه الكبر والعياذ بالله. كذلك من سلك هذا المسلك من بني آدم فتكبر عن الحق، تكبر عن الحق، فإنه يتناوله هذا العتاب وهذا اللوم. ليس هذا خاصا ببني إسرائيل، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قال الكبر بطر الحق، يعني دفع الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر، أن الإنسان يدفع الحق ولا يقبله لأنه لا يوافق رغبته ويحتقر الناس ويزدريهم، هذا هو الكبر والعياذ بالله. فكلما والكبر كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة مهلكة من كبائر الذنوب، والواجب على العبد أن يخضع لأوامر الله ويذل لها ويذعن لها كلها، أما أنه يأخذ بعضها ويترك بعضها فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض كما سبق. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، ولم يكتفوا بأنهم يتركون الحق ويستكبرون عنه، بل والعياذ بالله استطالت أيديهم على الأنبياء، فريقا كذبتم فريقا من الأنبياء كذبتموهم، كما كذبوا عيسى عليه السلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم وجحدوا رسالته، فاليهود جحدوا رسالة عيسى وكفروا به
وجحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به. فريقا كذبتم من الأنبياء ولم تؤمنوا برسالتهم، وفريقا تقتلون، أشد، يقتلون الأنبياء. هذه من صفات بني إسرائيل الذميمة، أنهم إذا جاءهم الأنبياء بما لا يوافق أهواءهم قتلوهم، كما قتلوا زكريا عليه السلام، وقتلوا يحيى عليه السلام، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام رفعه الله وحماه منهم، وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وسحروه، وضعوا له السحر في طعامه عليه الصلاة والسلام، فأثر السحر في محمد صلى الله عليه وسلم، ورقاه جبريل وشفاه الله من السحر، لكن بقي له أثر إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحس بالسحر الذي وضعوه له. هذا فعلهم مع الأنبياء، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه طريقتهم والعياذ بالله، التكذيب للأنبياء والكفر بهم إذا لم يوافقوهم على رغباتهم، والقتل لبعضهم، وأعظم القتل قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي كما في الحديث. وهذه سمة اليهود، وآفة أخرى مع قتل الأنبياء وتكذيبهم، آفة أخرى قالها اليهود المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، قالها اليهود المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، قالوا قلوبنا غلف، قلوبنا غلف. لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدخول في الإسلام واتباعه، لأنه رسول الله إليهم وإلى الثقلين الجن والإنس، وأمرهم الله باتباعه، لما دعاهم بماذا أجابوا؟ قالوا قلوبنا غلف، غلف يعني مغلفة، عليها غلاف، فلا يصل إليها ما تقول ولا نفقه ما تقول. يعتذرون عن قبول اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يفقهون ما يقول، لأن قلوبهم مغلفة من دونه، عليها غلاف. كما قال المشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم في آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فجواب الكفار واحد، يعتذرون بأنه، وكذلك قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن شعيبا عليه السلام هو أفصح الأنبياء، ولذلك يسمى بخطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته وحسن بيانه، ومع هذا يقولون يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. واليهود يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا مغلفة،
ما تفقه ما تقول، ولو كان حقا لفهمناه. هذا يدل على أن ما جئت به ليس بحق. والمشركون يقولون قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. مشركو مكة يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ما نسمع، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا آمن. ومحمد صلى الله عليه وسلم جاءهم بالحق وبكلام فصيح بلغتهم، بلغة قريش، اللغة الفصحى يعرفونها ويفهمونها، لكن يعتذرون بهذا العذر القبيح، وقالوا قلوبنا غلف، أي لا تفهم ما تقول ولا يصل إليها ما تقول. الله جل وعلا رد عليهم بقوله بل لعنهم الله، بل لعنهم الله بكفرهم، أي ليس الأمر كما يقولون، إن قلوبهم غلف، قلوبهم مثل قلوب سائر البشر مهيئة لقبول الحق. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فقلوبهم كقلوب غيرهم من البشر سليمة من ناحية الخلقة والاستعداد، ولكن الذي صرفهم ليس أنها غلف، أن الله لعنهم بكفرهم، أي بسبب كفرهم، فحرمهم من قبول الحق. هذا هو السبب، أنهم لما أعرضوا عن الحق عاقبهم الله جل وعلا، فجعل قلوبهم لا تقبل الحق أبدا عقوبة لهم. وهكذا كل من تبين له الحق فلم يقبله فإنه يعاقب بفساد قلبه وزيغ قلبه والعياذ بالله. فلنحذر من هذا، من هذه الآفة الخطيرة، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذه عقوبة والعياذ بالله. وقال سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كالسبب كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما لم يؤمنوا به أول مرة سمعوه عاقبهم الله بفساد قلوبهم وزيغها، فصارت لا تقبل الحق، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسنة الله جل وعلا واحدة في الخلق، أن من تبين له الحق ولم يقبله تكبرا عنه وعنادا وإيثارا لهواه وشهوته، أن الله يطمس على قلبه ويزيغ قلبه ويجعل عليه غلافا وختما. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يجعل عليه ختما وغلافا ورانا وزيغا، فلا يستفيد من قلبه في المستقبل، نسأل الله العافية.
فلنحذر يا عباد الله من هذه الآفة العظيمة. الواجب على المسلم إذا بلغه الحق عن الله أو عن رسوله أن يقبله ولا يتكبر عنه ولا يعرض عنه، ليهتدي به وينتفع به، وليحذر أن يرده ويتكبر عليه ويؤثر شهوات نفسه لئلا يطمس على قلبه فلا يستفيد من قلبه بعد ذلك، أسأل الله العافية. بل لعنهم الله، واللعن هو الطرد، هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته سبحانه، كما لعن إبليس لما أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وش السبب؟ السبب أنه أبى أن يمتثل أمر الله، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلعنه الله، طرده وأبعده من رحمة الله. كذلك بنو إسرائيل لما أعرضوا عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله، كما يأتي يعلمون أنه رسول الله، لكن الذي منعهم من اتباعه العصبية والحمية الجاهلية والاستكبار عن الحق. فماذا كانت النتيجة؟ لعنهم الله، فقليلا ما يؤمنون. بعد ذلك قل من يؤمن منهم، ولذلك لم يسلم من اليهود إلا العدد القليل، لم يسلم من اليهود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا إلا النزر القليل ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى. المسلمون من النصارى أكثر من المسلمين من اليهود، لأن الله ذكر أن النصارى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. شوف خلاف اليهود فإنهم يستكبرون، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فأسلم من النصارى عدد كثير، ولم يسلم من اليهود إلا نزر يسير من الله عليهم بالهداية وقبلوا الحق، فقليلا ما يؤمنون، أي قل من يؤمن منهم بعد لعنة الله لهم، أو قليلا ما يؤمنون أي إيمانهم قليل وعندهم كفر كثير. فتجد الواحد منهم عنده إيمان قليل مجمل، ما هم مثل الوثنيين والمشركين عندهم شيء من الإيمان، لكن الكفر الذي في قلوبهم أكثر. فقليلا ما يؤمنون أي قليل إيمانهم، وكل هذا بسبب لعنة الله لهم لما أعرضوا عن قبول الحق استكبارا وعنادا. فلنحذر يا عباد الله من هذه الآفة، آفة الاستكبار على الحق وإيثار الهوى والنفس والشيطان على قبول الحق. إذ يكن أهم المسلم قبول الحق، متى تبين له الحق أخذ به واتبعه وفرح به، ولا يقابل الحق بالإعراض والاستكبار. وهذا نخشى على بعض الناس الذين هم على معاصي وعلى فساد في أعمالهم، إذا جاءهم الناصحون والوعاظ والدعاة إلى الله استهزأوا بهم، سموهم المطاوعة، سموهم
المتشددين سموهم مع أنهم مسلمون، لكن يستهزئون بالدعاة إلى الله ويستهزئون بأمور الدين ويقولون هذه قشور، يسمونها قشور، إذا نهي عن حلق لحيته أو عن إسبال ثوبه أو نهي عن شيء يرتكبه من المعاصي، قال الإسلام ما هو بكذا، الإسلام ما هو بهاللي تقولون، هذه اللي تقولون قشور، والإيمان بالقلب نسأل الله العافية، هذا شبيه بقول اليهود. فعلى المسلم أنه يحذر من هذا الأمر ويعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل الحق. هل كلام ما هو كلام المطوع ولا كلام الواعظ، هذا كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يبلغك عن الله ورسوله ويقيم عليك الحجة. إن كان يجيب كلام من عنده فلا تقبل منه حتى يقول الدليل كذا. الدليل إذا كان عندك يعني تردد فيما يقول اسأله عن الدليل، ما هو الدليل؟ فإذا بين لك الدليل ما صار لك عذر. أما أنك تقول هذه قشور وهذه أشياء سهلة كما يقوله بعض المغرورين، يقول هذه أمور ساذجة أو قشور، الإسلام ما فيه قشور، كله لب ولله الحمد، كله خير وكله خالص، ما أحد يحتقر شيئا من دين الإسلام بجميع تشريعاته. هذه كلمة خطيرة، هذه قشور، هذه أمور سهلة، هذه كلمة خطيرة. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف. فليحذر الإنسان من أن يحتذي حذو اليهود في مقابلته للحق، إذا تبين له الحق يقبله ممن جاء به، مطوع ولا واعظ ولا عالم ولا، يقبله ممن جاء به. الحق ضالة المؤمن، والحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. الإنسان ينظر إلى الحق ويقبله ممن جاء به، من مطوع ولا واعظ ولا خطيب ولا عالم، يقبل الحق ممن جاء به، هذا هو الواجب على المسلم، ولا يتكبر. ولما جاءهم رسول من عند، ولما جاءهم كتاب من عند الله، أي اليهود، لا يزال السياق في اليهود، لما جاءهم كتاب من عند الله. ما هو هذا الكتاب؟ هو القرآن. الكتاب الأول آتينا موسى الكتاب، هذا التوراة، التوراة والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى مكملا للتوراة ومتمما لها. جاء بعد ذلك الكتاب العظيم الذي ما نزل مثله على الأنبياء، كتاب العظيم القرآن. ولما جاءهم أي اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن العظيم، وشوف قال من عند الله، ما جاء به محمد من عنده، ما جاء به من عنده، وإنما هو من عند الله عز وجل. فهذه شهادة لصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، وأنه كلام الله جل وعلا، وأن الذين يقولون هذا كلام محمد أو كلام غيره من البشر وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض
إنه كان غفورا رحيما، ما هم من عند محمد. فالذي يقول إن القرآن من عند محمد هذا كافر. القرآن من عند الله، لفظه ومعانيه هو كلام الله سبحانه وتعالى. واللي يقول إن القرآن مخلوق هذا كافر، واللي يقول إن القرآن هو كلام محمد هذا كافر والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله، هذا القرآن هذا من عند الله، ما هم من عند غيره أبدا، ولا أحد يستطيع أن يأتي بآية واحدة منه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. تحداهم الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، بسورة من مثله، سورة واحدة مثل قل هو الله أحد أو إنا أعطيناك الكوثر أو والعصر. ما يستطيعون. هذا دليل على أنه من عند الله، ليس من كلام البشر. لو كان من كلام البشر استطاعوا أن يأتوا بمثله، ولهذا قال من عند الله. ففيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والذين يقولون إن هذا القرآن إنه ما هم من عند الله، إنما الله ما تكلم به وإنما خلقه في محمد، خلقه في محمد أو خلقه في اللوح المحفوظ أو خلقه في الهوى كما يقولون، أو أنه من عند الرسول تلفظ به المعنى من عند الله واللفظ من عند الرسول. كل هذا كلام باطل وكفر والعياذ بالله، لأنه جحود لكتاب الله عز وجل. ولما جاءهم كتاب وهو القرآن العظيم من عند الله، وكانوا من قبل أي اليهود يستفتحون على الذين كفروا. هذا في الجاهلية، اليهود كانوا في المدينة، والمدينة فيها الأوس والخزرج. اليهود أهل كتاب، والأوس والخزرج في الجاهلية أهل شرك وأهل وثنية وعبادة الأصنام. وإذا كان بين اليهود وبين الأوس والخزرج قتال أو سوء تفاهم، فماذا يقول اليهود؟ يقولون: سيبعث نبي، سيبعث نبي ونتبعه ونقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد. يتوعدون المشركين، يتوعدون المشركين في أنه سيبعث نبي قريب عهده فنتبعه ونقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد. هذا معنى يستفتحون على الذين كفروا، أي يتوعدونهم، يتوعدونهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاء يدعو إلى الله، يدعو الحجاج في منازلهم في منى، جاء إلى الأوس والخزرج وهم مشركون، جاء إليهم يدعوهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فلما تفحصوا رسول الله، تسمعوا للقرآن، قالوا: هذا هو الرجل الذي تتهددكم به اليهود فلا يسبقوكم إليه. فقاموا وبايعوا محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وآمنوا به وصاروا أنصارا للرسول صلى الله عليه وسلم. اليهود لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من العرب كفروا به حسدا، لأنهم يريدون أن هذا الرسول يكون منهم، يكون من بني إسحاق بني إسرائيل،
فلما تبين لهم أنه من ولد إسماعيل عليه السلام حسدوه وكفروا به وقالوا أبد ما هو بهذا الرسول اللي حنا نعرف. ولما جاءهم كتاب من عند الله وكانوا من قبل يعني في وقت الجاهلية يستفتحون على الذين كفروا يتوعدون الكفار بأنه سيبعث نبي وسيتبعونه، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما عرفوه في التوراة والإنجيل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعني محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم. وهنا يقول فلما جاءهم ما عرفوا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، عرفوا صفاته التوراة عرفوها وفي الإنجيل، عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل يقول ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هذه صفات اليهود قبحهم الله. فلما جاءهم ما عرفوا، عرفوه في بأوصافه التي تنطبق عليه، كفروا به وجحدوا رسالته والعياذ بالله، وهم يعلمون أنه على حق وأنه رسول الله حق. فلعنة الله على الكافرين، شوفوا لعنة الله على الكافرين على كل من اتصف بهذه الصفة، ما قال لعنة الله على اليهود، لأنه لو قال لعنة الله على اليهود اختصت اللعنة باليهود، لكن قال على الكافرين لتشمل اليهود وغيرهم، كل من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من جميع البشر فإنه ملعون. فلعنة الله على الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما بلغته رسالته فإنه قد لعنه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. فلعنة الله على الكافرين، هذا فيه دليل على اللعن على العموم، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، اللعن على العموم على الجرائم والشرك والكفر هذا جائز، أما لعن المعين فهذا فيه خلاف بين العلماء حتى تنقطع معذرته وتقام عليه الحجة، فإن عاند فإنه يستحق اللعنة والعياذ بالله. فلعنة الله على الكافرين، كل من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن وين اللي يقولون لا تلعنوا اليهود والنصارى؟ النصارى إخواننا أو اليهود إخواننا؟ فيه ناس الآن يقولون اليهود والنصارى إخواننا، لا تلعنوهم. الله جل وعلا يقول لعنة الله على الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهل اليهود والنصارى يؤمنون بمحمد ولا يكفرون؟ يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذن هم ملعونون، يستحقون اللعنة من الله سبحانه وتعالى. فلعنة الله على الكافرين. ثم قال جل وعلا بئس ما شروا به أنفسهم، يعني باعوها، باعوا أنفسهم والعياذ بالله للنار. شوفوا ما باعوا دورهم ولا باعوا ممتلكاتهم، باعوا أنفسهم، أعز شيء عندهم باعوا العياذ بالله، باعوها للكفر والنار والعياذ بالله. بئس ما اشتروا به أنفسهم، نسأل الله العافية. لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم باعوا أنفسهم للشيطان والكفر والنار، نسأل الله العافية. أعز شيء عندهم باعوه، بئس ما اشتروا به أي باعوا به أنفسهم.
أن يكفروا بما أنزل الله. ما معنى باعوا أنفسهم؟ أنهم كفروا بما أنزل الله. السبب البغي، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله وهو القرآن، بغيا أي حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. الذي حملهم على هذا هو حسد محمد صلى الله عليه وسلم، حملهم الحسد على الكفر وهم يعلمون أنه على حق. فهذا يا عباد الله فيه بيان خطر الحسد. الإنسان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل يتمنى ويسأل الله من فضله أن يعطيه مثل ما أعطى غيره. أما أنه يحسد الناس، والحسد معناه تولي، معناه تمني زوال نعمة عن المحسود، هذا هو الحسد، تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا هو الحسد. أما الذي يتمنى أن الله يعطيه مثل ما أعطى المحسود فهذا ليس الحسد، هذه غبطة، هذا يسمى الغبطة، هذا لا بأس. ولهذا قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فإذا رأيت على أخيك نعمة في العلم، نعمة في الإيمان والعمل الصالح، نعمة في المال الحلال، اسأل الله إن الله يرزقك مثل ما رزقه، واسأل الله من فضله. أما إنك تتمنى أن يزيل الله النعمة عن أخيك، هذا هو الحسد المذموم، وهذا يؤول بصاحبه إلى الكفر، كما حصل لليهود. كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله وأنه على الحق، ما هناك سبب إلا الحسد، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. الله جل وعلا لا حجر عليه، يعني ما ينزل الخير إلا على اليهود، لا، الله ينزل من فضله على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. فكما نزل على اليهود على أنبيائهم، كما نزل على أنبيائهم الخير والرسالة، أيضا ينزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، كما نزلها على بني إسرائيل ينزلها على بني إسماعيل، ينزلها على بني إسماعيل، وهو أعلم سبحانه وتعالى، أعلم بمن يصلح للهداية ويصلح للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو أعلم سبحانه اختياره الرسل، هو أعلم، وهو لا يحابي أحدا، وإنما يختار لرسالته من يصلح لها، يختار لرسالته من يصلح لها، ولا يحابي أحدا سبحانه دون أحد، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. كأنهم يقولون: لا، لا تنزل على بني إسماعيل شيئا، نزله علينا نحن. هذا هو التحكم في أمر الله سبحانه وتعالى، والحجر على الله سبحانه وتعالى. فباءوا بغضب على غضب، شوفوا، باءوا بغضب من الله على غضب. الغضب الأول كفرهم برسلهم، والغضب الثاني كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فباءوا أي رجعوا بغضب على غضب بسبب كفرهم برسلهم وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه وصف الله جل وعلا بالغضب، وأنه يغضب جل وعلا كما يليق بجلاله، وغضبه صفة فعلية من صفاته سبحانه، ليس كغضب المخلوق، وإنما هو غضب الخالق سبحانه وتعالى، وصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
أباءوا بغضب على غضب. ها، اليهود مغضوب عليهم، ونحن نقرأ الفاتحة في آخرها غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود ومن شابههم ممن عنده علم ولا يعمل به. اليهود عندهم علم بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يعملوا به فغضب الله عليه. وكل من اتصف بهذه الصفة من لا يعمل بعلمه فإن الله يغضب عليه. ليس هذا خاصا باليهود، غير المغضوب عليهم، وهم الذين عندهم علم وليس عندهم عمل. ولا الضالين، وهم النصارى ومن شابههم ممن عنده عمل وليس عنده علم. هذا ضال، هذا ضلال والعياذ بالله. أنت تسأل الله في كل ركعة من صلاتك حينما تقرأ الفاتحة أن يجنبك طريقة الفريقين المغضوب عليهم والضالين، وأن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. تفقهوا في هذه السورة العظيمة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح؟ غير المغضوب عليهم، وهم الذين أخذوا العلم فقط وتركوا العمل. ولا الضالين، وهم الذين أخذوا العمل فقط وتركوا العلم. هذه عبر وعظات للمسلمين، فباءوا بغضب على غضب والعياذ بالله. ولهم عذاب مهين، عذاب يهينهم، فباءوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين، للكافرين، ما قال لليهود، قال للكافرين، ليشمل اليهود وغيرهم، كل من كفر بالله، كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم فله عذاب مهين، نسأل الله العافية. فهذه آيات عظيمة، ليس المقصود منها أننا نقرأ عن بني إسرائيل ما ذمهم الله به دون أن نعتبر، وننزل هذه الآيات على أنفسنا وأعمالنا فننظر فيها، فإن كانت على مثل ما عليه اليهود فإننا نستحق ما يستحقون والعياذ بالله، وإن كانت على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنحن قد سلمنا، ونسأل الله الثبات. هذا هو الواجب على المسلم حينما يقرأ القرآن العظيم، أن يتدبره وأن ينزل كل